تيفوش نلقى. لا خي خدمت لنا حاجه خدم ست العشيه حتى تصل تقرا من 8 في السيه كيخدم ست العشيه والحد يعني في خدم في المحل ماشي في الزنقه. اش فيديوهات الشيء هذا شفتهم شي بدي المحل هو وكان داخل المحل كان داخل المحل كان مع دي الاتاي بداك ياكلوا فهمتي وكان شنو يقولوا لك انا ديك القايد القايد ديك كذا زين خويا وقلت لك كنت كنجي نسمع الفراشة اللي عند فرشة الارض وخوا خرج الباب كما كيبين فيديو خرج الباب ودخل لقيت الحانوت من داخل تنحلب الحانوت فتزليش فديك موني كنت حدا الباب ودخل وخوا كان وقف قايد وبيناتهم الباترون ديال المحل والاخ اخ ديالي زق خوا كان كيكون واحد الطريق دخل في يدو فهمت يكون واحد الطريق دخل في يدو ما كيش قالوا قالوا انت كلشي الخبز ما تاكلش ديال الخبز ديال الكلب بحال هيدا فهمت دفعوا لك الدفع قالوا نقول شي كذا فهاديك الدفعه كما كيبين فيديو دفعوا لي الدفع قالوا واش جا الكلب وكذا فهمت هو جات انت واقف في الطريق كانت جات سينما الطارق متين جات سينما الطارق اللي قالوا لنا الناس ثلاث ساعات باش دار السيد دار حافيان سيدي ما عرفتش جلو في السردينه حافيان جابوه يعني بحال لا يسال لا هو قال لك ثلاث ساعات هما كيضربوه عاد جابوه لديك البلاصه فين منين داوه لا ما جابوش نزلوا تمايا ثلاث سنين ما طارق ماشي اللي قال هو فهمتي اييه نزلوا ثلاث سنين ما طارق ماشي هو بالحفه ومن ثم ما جابوه هنا عند جد ما حد يخدم فهمتي يا من ثم داوه هنا الدار كبيري كان عند الجنازه من ثم داوه من ثم يا من ثم محمد الخامس ديك الليلة هذه كان 21 ناقص 6 العشية. ومن ثم يا من ثم دوان الدار دوان الدار ديك الليلة هذيك بقى في الدار وفي نص النهار مع ديك هذيك زاد لي الحال بزاف عيطنا لابيلا. جا محمد الخامس ودينا فحال حال لا يوصل لها ما كيحرك لا يدو لا رجلو ما كيهدرش ما كيكشفش يعني مشدودين يعني في غيوبة بزاف الحالات ديالو فهمتي وما تعاملش معنا معامله ما يعني مثل ما هضروا ما تعاملش معامله معنا ما تاكلش شي شهاده كتثبت العجز ديالو ولا شي حاجه طونا 16 يوم شحال 16 يوم 11 يوم 16 يوم 16 يوم دابا 16 يوم وخانا في غيبو كيحرك لا يدو لا رجلو 16 يوم داك ميزانا في ديك القضيه واحتجنا عليهم هذيك 16 يوم عيطوا لنا يعني يمكن اليوم محمد خامس زعما ولا شي يشوفوا الحال ديالو وكذا دابا دابا شبوا جلس 10 ايام جلس 10 ايام عاد اي تي وفرج 10 ايام عاد اي تي وفرج انتم بالنسبه للعائله ديالو ما كلفتوا حتى شي محامي ما رفعتوا حتى شي دعوه لا منا محامي محامي وواقع من محامي الثاني كاين جمعية لايك بالنسبة للقايد مازال تيمارس المهام ديالو في هذيك المقاطعة